كانت كنت ابي شايبي عند اليوم تريمين دق عليهم فلان 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 كل الربع فيه تعال حركته من الخميس الظهر الساعة 3 كذا طلعت من الجامعة دليتها يوم اني وصلت عشيرة عشيرة راح مني البل في الشمال مقبض عشيرة هو ابوي دق علي كم انت رايح؟ قلت بجيكم واستانس عندكم قالوا عند اهلها عند الرجين يسدونك فيها عود للجامعة والشهادة اللي ارسلتك لها يا سلام ما رديت ثاني ولا قلت لي شيء قلت ابشر ما ادري خاطري علي الحرام علي انك ما تدخل الابره المهم ان عاد انتك صدري راح اكبر ما اقدر اهرج سيدي الشقه اجلس الشقه انا خطها اخذت سوي ادق عليه 5:30 ادق عليه سلام يا ابوي قال الحب قلت اسمع قال الجوال سبكر اسمع فلان وفلان 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 من كل قبيله خوف اني ازل ولا من الكلام ذا قلت اسمع قلت الله يا عالم خفايا المقادير المقادير يا عالم ما في الضماير يكني كني ديك يا ربي بوقت المعاسير تفكني من جار وقت مكني صكات بقعه ما يجي منها خير ونشهد ان صكات بقعه بلني يا من جي موسى ويمرسل الطير رجواك من الهموم اشغلني عنيت نفسي بسفر والمشاوير شمال لكن الهموم اجنبني وانا شعاني مزن النجواء اهن غير شرقي سواحيق الشمال ارتكني وجانا خبرها من اسوس ومداويره واثرب علي جوي وهمي اكلني عليل ودوايا بشوف المغاتير يلا عساهم بالمطر يرزقني وضح ان هلتها تحدى المناعير وسومهم برقابهن يذهلني في شفها ما هن حسب المخاسير اهم شي بدارهن يرتعني مرتاعهن ما بين ربل ونواوير وقلقلان وقحويان ازهرني نروح من البوش غادي دعثير يندفن صياح واستطربني نروح عن خطرنا فيها مصغير ولي قاعد معادله ينظرني طف حرزاب اللي بدت حزت السير وخشومهم لله تقول اسجدني ونحورهم بالوصف بواب تمير لما الفال الشيخ تنفر عني سحوق منزلها بوقت المخاضير ومصياف المفجيج لنصيفني في ضف عودن ما حسب للدنانير ونغاب عنهن بالحنين اجرى عني في شفهن لو هن يبنش منصير مردهن عن دربهن لو يبني عودن تلي مصطلات الصعاطير واسمه هنا ومسهن وهن ومسني يفرح ليلة صوب بيته مسهير ومن ظنبه يبقى على حسن ظني في وقت الماضي شهود وتقارير في وقتنا هذا رد العلم عني الله وجهك مرحب هذه يطيل عمر السلام والله من أبيات جميلة جاء عمرك طويل يا أخي الوصف يا أخي الشعر هنا في بيت مكتوب هنا شو يقول هنا في البيت